بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع عن موضوع مهم جدا ونادر ما حد يتكلم عنه، وهو من هو مساعد التوليد. طبعا هو مدرب ولادة متمرس يوفر لك المساندة العاطفية والجسدية خلال فترة الحمل وأثناء الولادة أيضا، ويقوم مساعد الولادة أو التوليد بتقديم النصائح التي تتعلق بطرق التنفس الصحيحة وكيفية الاسترخاء والحركة وكيفية يعني التموضع أثناء الولادة، التموضع المناسب لجسدك، كما أنهم يعني يقدمون المساندة العاطفية للسيدة وزوجها، وأيضا أثناء عملية الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، وأيضا يتعاونون مع الممرضات أثناء الولادة، وأيضا قد يعني يعمل دراسة على حالتك بشكل مفصل، وأيضا قد يستخدم أنواع من الأجهزة على الجسم، وأيضا قد يستخدم أدوية معينة مثل الأدوية المسكنة، واستخدام أيضا أنواع من الأدوية الأخرى التي تناسب الجسم، واللجوء إلى أيضا إلى تقييم الولادة الطبيعية أو تقييم الولادة القيصرية أيضا على حسب حالة المريضة وجسمها والمرض المتواجد في تلك الفترة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وهذا أهم المعلومات البسيطة التي تكون على مساعد التوليد الأول أو مساعد التوليد الثاني. إلى هنا انتهى الدرس، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.